البيان التفصيلي من البدر فرغلي بشأن صرف العلاوات الخمسة. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام. قبل ما أبدأ الخبر من فضلك اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد مع تفاصيل الخبر. تسود حالة من التركب الشديد بين أوساط أصحاب المعاشات بشأن موعد صرف العلاوات الخمسة، وهو الأمر الذي يحلم به نحو 3.5 مليون مواطن من مستحقي العلاوات الخمسة. من جانبه قال رئيس اتحاد المعاشات البدر فرغلي انه من المنتظر خلال الفترة المقبلة صرف العلاوات الخمسة نظرا لوجود عدة مؤشرات تؤكد على ذلك. واشار رئيس اتحاد اصحاب المعاشات ان طلب وزارة التضامن بشأن منحهم مهلة من قبل البرلمان يؤكد على موعد اقتراب الحل، مشيرا بموقف ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاصحاب المعاشات، خاصة بعدما طلب من وزارة التضامن عدم الاستئناف على الحكم خلال الفترة المقبلة. وأكد على أهمية استمرار الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن الرئيس هو طوق النجاة لأصحاب المعاشات، خاصة بعد تأخير الحكومة لصرف تلك العلاوات المستحقة. لو عجبك الفيديو اشترك بالقناة فعل زر التنبيهات علشان يصلك كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة.